يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قول الرجل وجهي عليك أنك تتعشى معنا أو تفعل كذا بدلا من الحلف بالله؟ يعني وجهي عليك يعني إني أطلب منك أنك تعشى عندنا ولا تخالفني، توجه يعني توجه هذا أو جاه، تركه لا شك أنه أحسن، لكن ما نرى أنه يكون يعني محرما، لكن لو قال وجه الله عليك هذا هو اللي ما يجوز، أما وجهه كيف هو وجهه. نعم.